بعد مدة قصيرة تنمو صغار البطريق وتصل إلى حجم تستطيع فيه التنزه مع آبائها المضحية. لا يأكل البطريق الأب طوال 4 أشهر لأجل صغاره، يبقى واقفا باستمرار لكي لا تمس البيوض الأرض لحظة واحدة. فهناك تضحية مثالية لا شبيه لها، ومقدم هذه التضحية واحد من الحيوانات. وفي الوقت الذي يوجد فيه أناس ليس في قلوبهم شيء من الرأفة والرحمة، يتركون رعيتهم يواجهون المصاعب، إضافة إلى وجود كثير من الأولاد الذين يلقون في الطرقات، نجد البطارقة لا تترك صغارها ولو في أصعب الظروف على وجه الأرض. أما المدافعون عن نظرية التطور والمنكرون لحقيقة الخلق، فيدعون أن الحيوان إنما يفكر في مصلحته فقط. وفي هذه الحالة لا يمكنهم بأي وجه تفسير تضحية البطريق، صبر على الجوع والبرد طوال 4 أشهر. حسناً، فمن ألهم هذه الكائنات تضحية كبيرة كهذه؟ هناك جواب واحد فقط لهذا السؤال، الله تعالى هو الذي خلق البطريق، وهو الذي ألهمها القيام بالتضحيات التي لا مثيل لها لأجل صغارها. بيّن الله تعالى هيمنته على الكائنات بقوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والتضحيات لأجل الصغار تشاهد من أبرد المناطق إلى أشد المناطق حرارة في العالم كله. هنا غابات تايلاند. أهم مشكلة هنا لصغار اللقالق المولودة الحرارة الحارقة. لهذا السبب تحضر اللقالق الكبيرة المياه إلى أعشاشها بمناقيرها، وتصب هذا الماء على صغارها التي لم تنبت أرياشها بعد. هذا الاستحمام البارد يخفف حرارة الصغار ولو قليلاً. يحتاج الصغار إلى جانب هذا الدوش البارد إلى ظل أيضا. يؤمن الأبوان لها حاجتها هذه أيضا بوضع أنفسها تجاه الشمس الحارقة بفتح أجنحتها. ذكر وأنثى اللقالق من الوالدين المثاليين على وجه الأرض باهتمامهما وتكافلهما وتضحيتهما لأجل صغارهما. كثير من أنواع البط تحمل صغارها تحت جناحيها. عند خروج الأم من الماء يحين وقت هبوط الصغار. ترتب الأم العش بلمسات خفيفة بشكل ترتاح فيه صغارها. في هذه الأثناء يجمع الأب الطعام لها. الأب العائد إلى العش يطعم الصغار باهتمام. الصغير الذي شبع يأوي إلى آمن مكان له مرة أخرى تحت جناح أمه. هناك كائنات أخرى أيضا تحتمي بأمهاتها.
وهناك أشكال أخرى أكثر حرصا للحماية. لنقم الآن برحلة إلى قارة إفريقيا ولنتابع هذا الشكل من الحماية التي تصل إلى حد الروعة، إلى نهر النيل. تعيش في هذه المياه تماسيح النيل، والتماسيح من أشد أصناف الحيوانات افتراسا على وجه الأرض، ومع ذلك تأخذ هذه الكائنات مكانا لها بين أشفق الأمهات في العالم. تغرز أنثى التمساح بيوضها في رمال الشاطئ، وعندما يحين وقت فقس البيض تبدأ بحفر الرمال بدقة واهتمام. إنها دقيقة جدا كي لا تتضرر بيوضها. تبدأ البيوض بالفقس بمجرد إزالة التراب عنها، وتظهر التماسيح الصغيرة. وفي هذه الأثناء تحدث واقعة عجيبة جدا. تحرك التمساح الأم أسنانها الحادة، وتفتح فمها الضخم وتضع صغارها في فمها. أوائل المشاهدين لهذه الحادثة من العلماء ظنوا أن التمساح يأكل صغاره، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فآمنوا مكان في الساحل لأجل الصغار، أفواه أمهاتها. تضع الأم جميع صغارها واحدا واحدا في فمها برحمة واهتمام كبيرين. الصغار الخارجة من البيوض كأنها تستنجد بأمها لتدخل في فمها. تأخذ التمساح البيوض التي لم تفقس بعد أيضا، وتضغط على البيض بخفة بحيث تزيل قشرتها فقط. هذه الأسنان الحادة كالشفرة يمكن أن تمزق جاموسا كبيرا أو غزالا. عندما يعض التمساح فريسته يصل الضغط الذي قامت به أسنانه إلى أبعاد هائلة، إلا أنها عندما تأخذ الصغار إلى فمها تتصرف برحمة ودقة إلى درجة أن الصغار لا يتأثرون بأي ضرر من هذه الأسنان الحادة. تعود الأم إلى النهر بعد أن ملأت فمها تماما بصغارها. تأتي إلى الماء الضحل الآمن الذي عينته من قبل، ثم تفتح فمها وتهزه باهتمام. تضع الصغار والبيوض التي لا تزال في قشورها في ذلك الماء بلطف، وفي لحظة يغطي الماء صغار التمساح. يتحول حيوان مفترس ومتوحش كالتمساح إلى أم حنون ذات رحمة بإلهام من الله تعالى في فترة وضع بيضها. الصغار من الآن تحت حماية القرب من أمهاتها كل لحظة. وفي الأيام نفسها يلاحظ نشاط تحت التراب قرب عش التمساح. تفقس بيوض السلاحف تحت الرمال، وتخرج صغار السلاحف إلى السطح شيئا فشيئا. هذه